أنا أعتقد أن الحكومة مجدولة أعمالها ما يخص الموازنة، لأن على أساس أنها فرشة أساسية ووضعت لها لمسات أولى بالموازنة الثلاثية، وهذا لا يستدعي وقتا طويلا لإتمامها وإرسالها للبرلمان. وذلك أنا أرى أن هذا التأخر هو ناتج لجدولتها ولتخطيطها المسبق لدى الحكومة، ولديها رؤية واضحة في تنفيذ بنودها. المشكلة أنه هذه الموازنة لم تقدم ماليا لمدة 3 سنوات، يعني لكل سنة هناك تخصيصات مالية. بالنسبة يعني لقضية الموازنة وخصوصا موازنة 24، كان هناك تعديلات من اللجنة المالية، لابد أن تكون هذه التعديلات تذهب إلى الحكومة. حياكم الله. 5 أشهر مرت، فلماذا التأخير؟ الجميع يجهل الأسباب. جداول فاقت النفقات والإيرادات وغاصف بين الإجراءات والمناقلات لتغيب عن جلسات مجلس النواب العراقي وعن مجلس الوزراء. أما البرلمان فلا يملك إلا الانتظار، وحتى لو بدأنا العد التنازلي للفصل التشريعي فللتمديد إحدى الخيارات المطروحة وبقوة. وإذا كانت الموازنة في جدول الأعمال فهناك خطط تنموية ومشاريع استثمارية، إنعاش للاقتصاد وتوفير الخدمات والنهوض بواقع المواطن من حال إلى حال، كلها راح تتوقف على هذه الأرقام. فمتى سترفع أيادي النواب لتدخل حيز التنفيذ؟ محور حديث ملفنا الأول راح يكون عن الموازنة وتأخير التصويت على جداول الموازنة، وسأناقش هذا الموضوع مع ضيوفي في حلقة اليوم. الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي، حياك. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا وسهلا حضرتك. كما نرحب كل الترحيب بالأستاذ رافع الصادق مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، سينضم إلينا بعد قليل. أبدأ معك دكتور صفوان ونبدأ من الموازنة وإشكالية الموازنة. نعم. موازنة حتى يتم التصويت عليها يراد لها سنوات وجدل سياسي طويل ومشاكل. نعم. إلها أول ما إلها تالي. نعم. بالتالي يتم التصويت على الموازنة، حتى الآن لم يتم التصويت على جداول الموازنة، طيب ليش؟ طبعا يفترض أن وزارة المالية تقوم بالإسراع بموضوع إرسال هذه الجداول، وهي أرسلتها يفترض أن مجلس الوزراء. أنت تعلمين بالتأكيد أن الحسابات الختامية ل2023 لا يمكن أن تعاد إلا بعد نهاية السنة، ويتم تجميع موازين المراجعة على مستوى الوزارات الاتحادية وإرسالها، يعني يفترض 31/3 كحد أقصى لإرسال هذه الحسابات الختامية، وتقوم وزارة المالية بتجميعها، ومن ثم يتم عرضها على مستوى مراجعة الجداول المرفقة في التقديرات الأولية. طيب. الانفاق الفعلي هو الأساس القانوني لتعديل التقديرات، فعندما يحدث تضخم في العالم تنخفض قيمة عملة معينة تنعكس على تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى أن حكومة السوداني مضت باتجاه إضافة مشاريع جديدة على مستوى مثلا إنشاء منصة لتصدير الغاز في ميناء الفاو، بعض المشتقات النفطية نجحت في توفيرها من الداخل. طيب. فهناك تغييرات يمكن أن تنعكس على الجداول، مع ذلك هي غير مبررة هذا التأخير. والمواطن يسأل يقول له 5 أشهر وما. نعم. قدروا يحطون موازنة ختامية من العام 2023؟ لا، الحسابات الختامية هي عبارة عن عملية تجميع،
هناك بعض الوزارات الاتحادية إذا تلكأت واحدة من الوحدات الحكومية في إرسال ميزان المراجعة لفروقات محاسبية لوجود مبلغ لم يتم تصفيته، يعني سلفة يفترض أن يتم تصفيتها قبل 31/3، إذا تعذر إرسال مثل هذا الميزان ستعجز الوزارة عن توحيد الموازين للوحدات وبالتالي تتلكأ إعداد حسابات ختامية. برلمان اللجنة المالية تطالب بالإضافة للجداول الملحقة إرسال حسابات الدولة الختامية. نلوم حقيقة وزارة المالية لأنها كان يفترض أن تعمل وفق أسس علمية في عملية التقدير، فبمجرد أن يتم شنو الخطأ اللي ارتكبته وزارة المالية؟ يعني عملية مثلا التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لغاية الآن الموازنة لا يوجد مرفق بها اللي هو كشف التدفقات النقدية. محاسبيا هناك كشف للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتوقيتات هذه التدفقات، يعني مثلا حصاد الحنطة صعوبة أن نضع كمية المحصول المتوقعة، فعملية إعادة التقدير على أساس كمية الإنتاج والمبالغ المرصودة لغرض شراء المحصول، هذا يفترض أن يتم متابعته فوريا، مثلا عدد الموظفين، العلاوة، الترفيه، الحذف والاستحداث، هذه سهلة التنبؤ. دكتور قصي، نعم. ما له تعمد هذا التأخير؟ لا، هو الحقيقة هي لا تزال تعمل في يعني أنظمة تقليدية، يعني يحتاج إلى الإصلاح المالي. حقيقة حكومة السوداني وضعت شعار إصلاح مالي بهدف تطوير النظم المحاسبية والمالية داخل وزارة المالية. لاحظنا مثلا حركتها في إنشاء حساب الخزينة الموحد، توطين الرواتب بالكامل، حتى علاقة الإقليم بالمركز واستحداث الرقم الوظيفي يحتاج إلى زمن لكي يكون هناك تمويل لرواتب الموظفين داخل حدود الإقليم من داخل الموازنة. تقدر تحدثني عن الآثار السلبية لهذا التأخير؟ شلون راح تأثر على القطاعات الاقتصادية بصورة عامة؟ يعني مبدئيا الموازنة الثلاثية وفرت فرصة للاستمرار بالتمويل على مستوى التشغيلي والاستثماري القائم، لكن هناك بعض المشاريع تعدلت الكلف التخمينية لإنجازها بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، بسبب تلكؤ المنفذين أو تسريع التنفيذ، فيحتاج إلى تعديل. لغاية الآن لا يستطيعون الإنفاق أعلى من التخصيصات المرصودة. المشاريع المستحدثة سواء كانت تشغيلية أو استثمارية لا يستطيعون الإنفاق عليها إلا حين إقرار المرفقات. فهناك بعض الأضرار بالتأكيد نتيجة وجود مشاريع يفترض أن نباشر بها لا نستطيع الإنفاق عليها. بالمقابل هناك بعض المشاريع أنجزت خلال 2023، تحويل هذه الأرصدة التي كان يفترض أن تنجز خلال هذه السنة إلى مشاريع إضافية. لاحظت أن أحد الجلسات مجلس الوزراء أضاف تخصيصات مالية على الجهد الخدمي، على الجهد الاستثماري، فهذا التشريع يحتاج إلى تعديل. إضافة التخصيصات مو مشكلة، اليوم أكو خوف لدى المواطن يقول له خاف هذه التخصيصات وهذه النفقات أكبر من الإيرادات. نعم، يعني هي يعني حسب المعلومات المتوفرة أن الإنفاق سيرتفع إلى 228 تريليون، إيرادات العراقية بحدود 150 تريليون، بمعنى هناك عجز 78 تريليون. من أين سيتم تغطية هذا العجز؟ ارتفاع أسعار النفط فوق $70، كل دولار يغطي تريليون و300 مليار دينار. وزارة المالية مخولة بالاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز، لكنها لن تقوم بذلك. حسب تقديراتي أن وزارة أسعار النفط هسه عالية. نعم، 88، يعني هسه احنا عندنا تقريبا اراوند ال $16 او $17 فوق السعر الاعتيادي. طيب. كميات النفط ايضا العراق في الشهر الماضي وصل 3,400,000 برميل يوميا، وهي اعلى من الاشهر السابقه. فالايرادات الماليه مطمئنه لغرض تمويل لغايه ال 150-160 تريليون. ما فوق هذا البنك المركزي لن يقوم بطباعه العمله لتغطيه النفقات العامه، وزاره الماليه لن تقوم بالاقتراض الداخلي او الخارجي لتمويل العجز، لكن الاولويات برنامج حكومه السوداني. حقيقه حكومه السوداني وضعت يعني اهداف متعدده، مكافحة الفساد، تمويل البطاقة التموينية، والشمول أكبر عدد ممكن بالرعاية. هذا يحتاج إلى أموال، 600 مشروع قائم الآن، إكمال المشاريع المتلكئة. فالأولويات في التمويل ستكون حسب برنامج الحكومة. ما أتوقع أن التمويل للرواتب طبعا بالتأكيد محكوم بقوانين، لا يمكن أن تتلكئ الحكومة بتمويله، الرعاية الاجتماعية، البطاقة التموينية،
مسألة إكمال المشاريع الخدمية ستكون أيضا ضمن هذه الأولوية. ما يتم دراسة هذا المشروع في مجلس الوزراء وبالتالي إرساله إلى مجلس النواب، وتتوقع راح تكون أكو مشاكل في مجلس النواب للتصويت على هذا الجلاوة؟ لا أعتقد أن يعني زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مؤتمر دافوس إمكانية أن يكون الاستثمار بديل للتمويل عن الموازنة، بمعنى أن هذه 600 مشروع مثلا لو استطعنا أن نجد مستثمرين نخرج هذا البرنامج من داخل الموازنة إلى التمويل الاستثماري ونخفض العجز، فعملية وضع شراكات اقتصادية في المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة المدرة للدخل وليست الخدمية يمكن أن تساهم في تخفيض العجز. أعتقد بأن مثل هذا السيناريو لتعدد مصادر التمويل يفكر به مجلس الوزراء خاصة على مستوى المشاريع المكملة لطريق التنمية. أنت حضرتك قبل قليل قلت لي الإيرادات مطمئنة لأنه أسعار النفط عن العام عن العام الماضي سعر البرميل 88 شيء جيد حتى الآن. سؤالي لحضرتك ليش هسه هاي أسعار البنزين الوقود المحسن والسوبر والعادي ليش ارتفعت هالشكل؟ لأن هاي قاعدة تثقل كاهل المواطن العراقي. والمواطن عنده تساؤل يقول لك الحكومة يوم اللي تريد تعظم إيراداتها من جيب المواطن. نعم هي الحقيقة موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي. الحكومة ستقوم بمجموعة من الإصلاحات الحقيقة قاسية، لكن ليس على المواطن ذات الدخل المحدود أو الدخل المعدوم. هناك طبقات لا تؤثر عليها هذه الزيادة. الكل يعلم بأن المشتقات النفطية قسم كبير منها مستورد، يعني تكلف موازنة الدولة ما لا يقل عن مليارين دولار سنويا. فعملية الدعم الحكومي الآن للبنزين العادي هو بمعدل 100 دينار لكل لترة، للبنزين المحسن والممتاز كان بمعدل 300 دينار. فعندما يتم تخفيض الدعم وليس زيادة الأسعار، تخفيض الدعم من أجل أن يوجه هذا الدعم إلى طبقات الهشة ومعدومة الدخل. يعني كيف نستطيع توسيع الرعاية الاجتماعية؟ من خلال زيادة العبء على الطبقات التي تستطيع، وأيضا يعني هناك إجراءات. بس الطبقات اللي تستطيع والطبقات المتوسطة والمعدومة هاي منو يحددها؟ هاي كلمات فضفاضة. نعم. يعني إحنا شلون مثلا ممكن يرفع الدعم عن الطبقات اللي حضرتك تسميها؟ نعم. هي طبقات خلينا نقول جيدة اقتصاديا، يعني اللي يدير بنزين محسن ب 1250 وسيارته مثلا ب 80000 دولار أو 100000 دولار وموجودة السنوية بالمرور، هذول طبقات يعني ما تأثر عليها ال 200 دينار. بالمقابل بس أكل بعض يختلف ويا ما تتفضل بيقول لك حتى السيارات العادية تحتاج بنزين محسن لأنه البنزين العادي لا يليق أنه يشغل سيارة وراح تكون عطلاتها أكثر. نعم لذلك وزارة النفط تعكف حاليا لزيادة الاستثمار في تحسين جودة البنزين العادي، يعني زيادة نسبة الأوكتين للبنزين العادي. زائدا وزارة النقل عليها أن تطلق موضوع النقل الجماعي لتخفيف العبء عن الذين يرومون. الحصة السوقية لسواق يعني التاكسي والسيارات العادية ستزداد بالسوق، بمعنى هذه الطبقات الآن التي تمتلك يعني معدلات دخل منخفضة من الممكن أن العديد يعني الذين لا يستطيعون أن يعني يرشدوا بالإنفاق سيستخدمون وسائل نقل للبنزين العادي. حتى الآن هي مو كافية، يعني إحنا لا عدنا قطارات ولا عدنا متروات ولا عدنا غير هذه الأمور، وهذا كلها راح يصير براس المواطن. تتفق بهذه النقطة؟ لا هو الحقيقة يعني إن جنرال ماكو بشكل عام صندوق النقد الدولي يطالب حكومة السودان وحتى الحكومات السابقة بتعديل سياسة الدعم الحكومي، يعني بتحويلها إلى دعم الإنتاج وليس دعم الاستهلاك. يعني مثلا هذا الدعم في زيادة كمية المنتج من المصافي يمكن أن يساهم في تخفيض السعر تدريجيا. دكتور اسمح لي أن أرحب بالأستاذ رافع الصادق مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية. حياك الله أستاذ رافد، أهلا وسهلا بحضرتك. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ رافد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رافد. اليوم المواطن ممتعض جدا من قرار رفع أسعار البنزين، يقول لك هذا راح يثقل كاهلنا وبالتالي إحنا راح نتعرض لظلم كبير. شنو رد حضرتك على هذا التساؤل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك سيدتي ومشاهدي قناة الأيام. حياك الله. طبعا قضية المتعلقة بالبنزين المحسن والبنزين السوبر، منذ أن طرح هذه المنتجات في محطات تعبئة الوقود الحكومية أو المشيدة طرحت على أنها مرتبطة بأسعار متحركة. يعني إذا نذكر إحنا الآن السعر السابق هو 650 دينار،
لكن اول ما طرح البنزين المحسن طرح ب 1150، ومن ثم بعدين طرح ب 1000 دينار و850 950. وكانت هذه مرتبطه القضيه مع ارتفاع وانخفاض اسعار النفط العالميه والارتباط بسعر النشره العالمي. لكن في فتره من الفترات انخفضت اسعار النفط مثل ما يعني هو معلوم، وصلت الى 30 او 35 دولار، فانخفض البنزين المحسن مع انخفاض اسعار النفط. لكن بقاء لفتره طويله على رقم 650 او بسعر 650 انطى انطباع على انه هذا سعر ثابت للبنزين المحسن. الان اللي صار هو عوده الاسعار الى 850، عوده الى حاله الحركه اللي هي بدت منها منتجات البنزين السوبر والبنزين المحسن. طيب. لكن الى الان يعني اذا نتحدث بنسبه نسب الارقام، يعني البنزين المحسن لا يشكل من استهلاك اليومي اكثر من 18 الى 20%. اما البنزين السوبر فاعداده قليله جدا، حتى المحطات اللي تعمل بالبنزين السوبر قليله جدا. الان المتوفر هو بنزين عادي او الممتاز ما يصطلح عليه بالعادي 450، وايضا المحسن 850، والسوبر 1400. وايضا يعني هناك الغاز 200 دينار غاز السيارات، هذا غاز اولا رخيص، ثانيا منتج محلي انتاج محلي تام، وايضا درجه نقاوه الغاز قد تفوق البنزين السوبر، واكيد انها تفوق البنزين السوبر اذا تحدثنا عن 100 الى 108 رقم اوكتاين اذا كان البنزين السوبر 95. طيب استاذ رافد، المواطن يشكل على البنزين العادي يقول لك مو بالمستوى المطلوب، ولذلك هو يضطر يخلي بنزين محسن يقول لك لانه افضل من البنزين العادي، شنو رد حضرتك؟ البنزين العادي والبنزين المحسن والبنزين السوبر هذه أرقام يعني مرتبطة بكودات عالمية. يعني البنزين العادي هو على رقم الأوكتاين من 88 إلى 82، البنزين المحسن رقمه من 90 إلى 92، البنزين السوبر رقمه إلى 95 درجة الأوكتاين. القضية المتعلقة بالبنزين طبعا هذه ترجع إلى الاستهلاك، يعني نوعية الاستهلاك، نوعية المحركات، كفاءة السيارة، هذه كلها محددات يعني ما ممكن أحد يعطيها إجابة قطعية. كثير من المحددات تلعب دور في كفاءة البنزين في هذه السيارة وعدم كفاءته في سيارة أخرى. طيب. في كفاءة البنزين في هذا المحرك وعدم كفاءته مع محرك آخر. طيب ليش؟ طيب كلها عوامل يعني ما ممكن القطعية. أي نعم. طيب ليش ارتأت الحكومة أنه تخليها 3 أشهر تجريبية وبعد هاي 3 أشهر ممكن إلغاها بسهولة؟ إلى ماذا استندت الحكومة بهذا القرار؟ طبعا هو قرار حكومي، احنا شركة توزيع المنتجات النفطية جهة تنفيذية مسؤوليتها تنفيذ قرار، بس هذا يؤكد على ما قلته بالبداية أنه أسعار المنتجات النفطية المتعلقة بالبنزين المحسن والبنزين السوبر هي أسعار متحركة، يعني قد تصعد قد تنزل ترجع إلى وتيرتها السابقة. طيب. في فترة من الفترات صعدت، في فترة من الفترات نزل البنزين المحسن ما أثار جدل، فترة من الفترات رجع صعد البنزين المحسن أيضا ما أثار جدل. لكن السبب في هذا الجدل اللي جاي يصير هاليومين أن البنزين المحسن بقى لفترة طويلة على رقم 650 كسعر، فأعطى انطباع على أن هذا السعر ثابت. وضحت الفكرة جدا، شكرا جزيلا مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية الأستاذ رافد صادق، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا السؤال لحضرتك، ليش 3 أشهر تجريبية وبعدها ممكن جدا طبيعي يلغى هذا القرار؟ يعني بالإضافة للأسباب اللي ذكرها الأستاذ، حقيقة تغير قيمة الدينار العراقي من 1190 إلى 1470، ثم عودته من 1470 إلى 1320، وجزء من هذه المشتقات النفطية هي مستوردة. فشركة توزيع المنتجات النفطية كان يفترض يعني عندما يتم تغيير سعر الصرف يتم مراجعة جميع المواد المستوردة، لأن الشركة لا تستطيع الاستمرار بالاستيراد لأنها تحول الدينار إلى الدولار من أجل الاستيراد، فهناك خسارة من 1190 إلى 1320 تكبتتها شركة توزيع المنتجات النفطية وتحملت هذا العبء لفترة معينة. الأستاذ أشار إلى أنه إذا تغيرت أسعار المشتقات النفطية العالمية ستنعكس على قيمة الدولار المحول، وبالتالي يستطيعون تخفيض السعر لاحقا. لذلك مجلس الوزراء عكف على دراسة هذا الموضوع،
كل 3 أشهر. حاليا أسعار المشتقات العالمية هي في زيادة، يعني حتى المبلغ الآن ال 850 هو مدعوم، مدعوم ل بقول لك احنا بلد نفطي واحنا بلد مصدر، ما عندنا يعني مصافي، ليش اسعار البنزين هالشكل؟ المصافي ما تكفي، يعني على الرغم من يعني مصفى كربلاء ومصفى بيجي، لغايه الان هناك هدف لدى حكومه السوداني في تصفير الاستيراد. اذا نجحنا في تعظيم مصفى الديوانيه، طبعا على وشك ان يفترض ان ينتهي العمل به، سيغطي الطلب المحلي، عندها نستطيع يعني دعم الاسعار. بعد كم المصفى الديوانية؟ يعني حسب يعني هو مدرج في موازنة 2024. زين. يعني يفترض ان يتم اكماله خلال هالفترة 24-25. من وجهة نظر اقتصادية ايش قد راح يغطي؟ انت حضرتك قلت الانفاق المحلي كله راح يغطي. يعني سياسة السوداني تذهب باتجاه ترشيد استخدام البنزين المحسن والممتاز، وزيادة الشراء للبنزين العادي، وبالتالي تصفير الاستيراد. إذا نجحنا في تصفير الاستيراد هناك مليارين دولار يمكن أن تعزز خزينة الدولة. المشكلة دكتور احنا ما عندنا بدائل للنقل، لكن نطمح أن لا تذهب هذه ال 200 دينار حوافز للعاملين في شركات النفط، وإنما تذهب إلى تقليل الدعم الحكومي. يعني يعني ممكن هذه تقصد حوافز للعاملين الأجانب؟ لا، العراقيين. يعني وزارة النفط هي يعني جهة مشرفة على شركات النفط، من الاستكشاف إلى الحفر إلى التوزيع إلى النقل، هؤلاء يأخذون دخل وحوافز. طيب. عندما تم تقليل أسعار الوقود انقطعت هذه الحوافز كما كانت في السنوات السابقة، فنأمل أن هذه ال 200 دينار يتم، لذلك هناك إشارة واضحة في القرار. طيب. أنها ستذهب إلى دعم وزارة المالية، يعني هذا الموضوع، وليس حوافز للعاملين. طيب. عليها من أجل تقليل عملية الحقيقة الاستيراد والتوجه نحو الغاز. راح أرجع على نقطة مهمة أيضا، يقول لك المواطن أنا ما عندي بدائل، عند أنا سيارتي إيدي ورجلي، عند الغاز مو الحكومة مو موفرة؟ لا موفرة. شو يعني يروح سائق التاكسي يبدل المحرك من يشتغل على البنزين الممتاز أو العادي إلى الغاز؟ 200 دينار اللترة الواحدة، يعني الغاز هو أرخص من وأسرع وصديق للبيئة، وهو منتج محلي. عنده تخوف اقتصادي من اللي تتفضل حقيقة. يعني يعني الشركة ساهمت في الإشاعة يعني الترويج لموضوع الغاز، لكن العراقيين يتخوفون من يعني الانتقال من البنزين إلى الغاز. يفترض أن شركة التأمين تقوم بتغطية هذه العملية من أجل أن يطمئن السائق بأن الوقود الغازي أمين ويستحق، وهناك محطات لتعبئة الغاز يفترض أيضا دعمها لكي تنتشر، وكل شخص يحول مثلا 500,000 دينار يتم تحوير المحرك ويخفض هذا. طيب احنا تحدثنا عن الناس اللي عندهم سيارات حديثة ومشكلتهم تتعلق بالبنزين السوبر أو المحسن. نعم. احكي لي بأبو التاكسي، المواطن راح يعاني، راح ترتفع الأجور مال النقل لكل المجالات في العراق. البنزين العادي والغاز بقى بنفس السعر. زين. وهذا بمعنى أن زيادة الحصة السوقية لأصحاب السيارات العادية. زين. يعني السيارات الفارهة لن تستطيع، يعني يفترض أن أصحابها يقومون بالترشيد. زين. قد يستخدمون سيارات تعمل بالبنزين العادي. طيب. من أجل يعني تغطية الطلب المحلي من البنزين العادي. هذه النقطة حضرتك تفهمها وممكن أني أفهمها، لكن أبو التاكسي من يقول لك والله مو رفعوا أسعار البنزين، ممكن أكو هواي مواطنين ما راح يفهمون هذه النقطة، يقول لك الحكومة صعدت أسعار البنزين ولذلك راح ترتفع أجور الكراوي في الكيات وفي الحافلات وكل هذه الأمور. يعني مثلاً اليوم شنو ضابطنا إحنا؟ السيارات يعني شركات التاكسي، شركات النقل يمكن مراقبتها. طيب. مراقبتها يعني السيارات البلي او الكريم. نعم. هذه سيارات معروفه يمكن مراقبتها. طيب. هيئه النقل الخاص معنيه بمراقبه اسعار التاكسيات، وايضا يعني نطالب ب يعني ان يكون هناك نظام شفاف لتسعيره الانتقال. هو هذا كلام. كيلومتر الى كيلومتر. كلفه الانتقال بالكيلومتر، يعني كل يعني كل الدول في العالم عندما يقتني الراكب السيارة أكو عدات. هناك عداد، هناك نظام تسعير عادل. زين. يعني يحصل السائق والسيارة على حقوقها بالمقابل لا يستغل. وأعتقد أن الشركات حاليا، هذه الشركات
الموجودة الآن تقوم ب يعني وضع تسعيرة واضحة. بس هم رح أرجع أقول لك مو الأغلبية، الأغلبية يرحون كيات، يرحون حافلات، يرحون يعني تاكسي. هناك شنو الضابط اليوم حتى أبو الكية مثلاً ما يرفع الأسعار؟ ما يقدر يصعد السعر. أكو أجهزة رقابية للنقل الخاص تحاسب السائق الكية على التسعيرة وحسب المسافة، لكن نتحدث عن الغير مسجلين لدى شركات النقل الخاص وإمكانية حتى الطرق الخارجية هناك نظام تسعير واضح، بل بالعكس الذي سيلتزم بالتسعيرة يعني ما يقدر أحد يقفز على هذا القانون، ما يقدر لأنه البنزين العادي ما ارتفع سعره والغاز ما ارتفع سعره، وهو دا يستخدم بنزين عادي، لكن بعض السيارات خاصة بالطرق الخارجية تستخدم بنزين يعني ممتاز أو بنزين محسن، هؤلاء يفترض مراجعة التسعيرة لكي لا يكون يعني ضحية لعملية التوقف عن العمل. العبء الانتقال إذا كان نقل جماعي من خلال وزارة النقل يمكن أن يساهم في تخفيض يعني استغلال المواطن في هذه المرحلة. يعني ثلاثة أشهر تجريبية حضرتك كوجهة نظر اقتصادية شوفها راح تنجح لو راح تفشل؟ لا احنا ماضين باتجاه يعني الإصلاحات الأشد، يعني هذه المرحلة هي يعني لا يمكن، هي هذه الإصلاحات والناس قلبت الدنيا عليها. شنو هي الإصلاحات الأشد؟ الإصلاحات الأشد التهرب الضريبي يجب أن يتوقف، السيطرة الجمركية يجب أن تكون يعني حاسمة، الجباية للمياه للكهرباء لا يمكن الاستمرار بأن موارد الدولة تذهب للدعم والإنتاج متوقف، يفترض الكل، يفترض عدالة، يعني لا نطالب بأكثر من العدالة في تحقيق إيرادات غير نفطية بمقدار 30 تريليون دينار. يعني حضرتك أشرتي بالبارت الأول على العجز، حكومة السوداني تفترض أن الإيرادات غير النفطية خلال 2024 ستصل إلى 30 تريليون دينار، لكن بعدالة توزيع الضرائب والرسوم لتغطية تكاليف الحكومة. الآن الحكومة تتكبد تكاليف وتستمر بالدعم، لا يمكن أن نستمر بالدعم إلى ما لا نهاية لأن هذا عبء على الأجيال القادمة. نستطيع الآن يعني تستطيع الحكومة الاستمرار بهذه السياسة وتجير هذه لصالحها، لكن الحكومة التي تليها سترث عجز إضافي، مشاكل إضافية. فعلينا يعني فهم ما هي الآلية، والحقيقة حكومة السوداني ووزرائها هم من الطبقات الوسطى ليسوا من الطبقات، فاهمين الأمور فاهميها، هم متدرجين يعني بالمجتمع فلن يضروا بهذه الطبقات. زين أسأل حضرتك هسه على التجربة مال بنزين، تنجح لو تفشل؟ وبتقديري يفترض أن يعني نكون داعمين بإقناع حتى الدافع للتكلفة الإضافية بأن هذه 200 دينار يمكن أن تساهم في إعانة عائلة فقيرة، يمكن أن توجه لصالح خدمة إضافية للشارع للصيانة، لأن المواطن ما عنده مشكلة بها إذا راحت لعائلة فقيرة، ما إقناع مشكلة. إقناع المستهلك يقول لك كان يخاف أتنازل عن هذه وتروح لجيوب الفاسدين. نعم بصراحة. لذلك نطالب يعني من خلالكم أن تكون هذه الزيادة موجهة من أجل أن يشعر دافع هذا المبلغ أنه رايح بالمكان أنه الصحيح. يقدر يحاسب المركز الصحي. نعم. المدرسة عندنا إحنا يعني بنية تحتية يجب إعادة تأهيلها، إعادة التأهيل تعتمد على الموارد، لا يمكن أن نعتمد على إيرادات النفط فقط في إعادة التأهيل، نحتاج إلى تنظيم هذه العلاقة. شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي، نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا ومتابعينا، ملفنا الثاني لحلقة هذا اليوم راح يكون حول طوفان طلبة الجامعات في الولايات المتحدة لنصرة فلسطين، وراح نستتحى وياكم بتقرير للزميل شيبان سامي عن الندوة التي أقامها مركز الاتحاد بهذا الشأن، لنتابع. أقيمت ندوة حوارية تحت شعار طوفان الجامعات، حيث شارك فيها نخبة من الأكاديميين والمحللين السياسيين وعدد من الإعلاميين بهدف مناقشة تطور مراحل طوفان الأقصى وتأثيرها على دول الغرب. انتقلت القضية الفلسطينية من قضية فلسطينية عربية إسلامية إلى قضية إنسانية، وتعتبر الآن القضية الفلسطينية قضية الضمير الإنساني، وأمام مرأة ومسمع العالم لأول مرة تشارك هذه الجامعات والتي تمثل العقل الفكري والعقل الذي يربط بين الناس وبين القادة السياسيين.
فوجود أساتذة الجامعة ووجود طلبة الجامعة وهم الطبقة المثقفة يستطيعون كثيرا أن يغيروا الرأي العام الأمريكي ويؤثروا على القرار السياسي الأمريكي. تتواصل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية رغم اعتقال أكثر من 80 شخصا الذين يخيمون داخل الحرم الجامعي مطالبين بوقف الحرب على غزة وقطع العلاقات الأمريكية مع إسرائيل. هذه التظاهرات في الجامعات الأمريكية وبها عدد من الشباب اليهود الأمريكان اللي يظاهرون حول نصرة فلسطين ونصرة طوفان الأقصى. هذه انتقالة مهمة حقيقة ونقلة نوعية لطوفان الأقصى. طوفان الأقصى لم تكن فقط هي عملية عسكرية وعملية مواجهة ضد الكيان الغاصب، إنما كان لها أصداء عالمية وأصداء إسلامية وأصداء إقليمية وأيضا عربية. مخرجات الندوة الحوارية تناولت تطور مراحل طوفان الأقصى التي أصبحت داخل الجامعات الأمريكية مناصرة للقضية الفلسطينية وتطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع الأستاذ عبد الرحمن الجزائري القيادي في ائتلاف دولة القانون. حياك الله أستاذ. حياكم الله يا أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. أهلا وسهلا أستاذ توم. مرحبا وشكرا على الضيافة. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن ونبدأ من التظاهرات الجارية الآن في الجامعات الأمريكية، إلى ماذا تدل؟ هل انقلب السحر على الساحر؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لقناتكم الكريم وجمهور قناة الأيام الفضائية ولضيفك الكريم. أعتقد لا، لن ينقلب الساحر على الساحر، حالة طبيعية. يعني هنالك تمرد أصبح من الهيمنة الأمريكية بالتالي، وهذا أثر على الساحة بصورة خاصة على قضية فلسطين يعني وعلى الدول العربية الإسلامية، وبالتالي ربما هنالك سياسة لدى بايدن كانت فيها خطأ كبير، هو التعامل مع الكيان الصهيوني على أنه دولة وهنالك حقوق لديه في التوغل في قطاع غزة ومحاربة ووصل القضية إلى الأطفال وإلى هذا. اليوم ليس فقط أمريكا وسياسة بايدن، هنالك أخطاء، هنالك سياسات الآن تنقلب في أوروبا، اليوم مظاهرات في دول عربية على ما أعتقد الآن تطالب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها إلى حل، ولربما هنالك قرار بأن تكون هنالك دولتين يعني. وهذا الموضوع الآن تحت أنظار العالم وتحت أنظار الأمم المتحدة، لربما أن تكون هنالك جلسة طارئة. هل تتوقع أن الداخل الأمريكي سيستقر أم ستصعد هذه الاحتجاجات ونحن مقبلين على انتخابات أمريكية؟ يعني قرارات أمريكا متأخرة بالتفاوض وسياسة بايدن كانت خاطئة، فبالتالي أعتقد ستستمر المظاهرات. أي نعم. أستاذ توم أجدد الترحيب بحضرتك. هل تدار المنظمات الدولية الإنسانية بالأمزجة أمام المظلومية الحقيقة التي نراها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من ظلم حقيقي للطلبة المتظاهرين في الجامعات الأمريكية؟ يعني أنا أختلف كلياً وللأسباب التالية. نعم. الشعب الأمريكاني يعرف أنه هذه المظاهرات هي منظمة ومنسقة، وكيف حصلت هذه المظاهرات خاصة يعني في الجامعات، حصلت يعني ثالث نهار من بعد ما قامت إيران بقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، وكان هنالك التفاف عربي ودولي لضرب هذه المسيرات والصواريخ من إيران التي حدثت نهار سبت صباح نهار أحد. وهذه المظاهرات بدأت عدة جامعات نهار الأربعاء من بعد ما شعر الإيرانيون بأن المجتمع الدولي بدأ يتكلم عنهم وعن الفوضى التي قاموا بها. فعندئذ رأينا بليل ما في ضوء أمر غير هالمظاهرات انطلقت، وبدأنا عود أن نتكلم عن صواريخ إيران، بدأنا نتكلم عن المظاهرات في الجامعات.
طيب. السؤال الثاني هنا في الولايات المتحدة، لماذا لم نرى هذه المظاهرات عندما انتشرت داعش في المنطقة؟ لماذا لم نرها لما البشار الأسد قتل أكثر من نصف مليون شخص وهجر أكثر من ملايين شخص؟ لماذا لم نراها بالنسبة للسودان أكثر من 50,000 قتيل منذ سنة حتى اليوم ومليون ونص تهجروا؟ لماذا لم نرى خاصة الحركات النسائية تدعم الحركات النسائية في يعني إيران؟ هذه أسئلة عديدة. نعم الجرائم الجرائم التي قام بها الكيان نعم اسمح لي فقط بهذه المداخلة أستاذ توم. الجرائم التي قام بها الكيان مختلفة تماما عن الجرائم التي ذكرتها حضرتك، ولكن سؤالي لحضرتك ربما لنعتبرها صحوة الضمير الآن. العالم الآن يرى هذه الجرائم من الكيان الصهيوني ويقول كفى كفى، يقتل يوميا الآلاف من الأطفال. شنو تعليق حضرتك؟ الموضوع انه نحن بنشوف حجم هذه المظاهرات، كل جامعه عم بيكون فيها 100 200 متظاهر، الجامعات كل جامعه عدد تلاميذها بين ال 20,000 و 30,000 تلميذ، يعني هي محدوده هذه، ونص هالمتظاهرين مثل ما توضح لنا انه عم غير تلاميذ بالجامعه عم بيجوا من خارج الجامعه وبيتدخلوا. هلا موضوع القضية الفلسطينية شيء، موضوع ماذا فعلت حماس شيء ثاني، موضوع الرد الإسرائيلي على حماس شيء ثالث. فلذلك الأمر الشعب الأمريكاني بنسبة 80% اعتبر هذه فوضى عمياء، هذه ليست حرية تعبير، لأنه دائما دائما كل يوم في مظاهرات بالجامعات الأمريكية. نعم أستاذ توم حتى أفهم، تقول 80% بس خليني بس أشرح لكم. نعم فقط إلى ماذا استندت ال 80%؟ ولكن لا يتعدون على الغير. الذي حصل نهار أمس أو قبل بليلة، يدخلوا هؤلاء الطلاب على بناية وياخذوا ثلاث رهائن من الموظفين يحتجزوهم هنيك لعدة ساعات، وبعد ذلك هذا تمرد، يعني هذا فوضى وليست طيب. حرية تعبير وآراء. أنا أحترم ما تتفضل به، ولكن اسمح لي أستاذ توم، القضية الفلسطينية نعم. وأنا أخاف أن ابن هذا الشرق الأوسط، أنا أخاف أنه سلبيات طيب. هذه المظاهرات ترد سلبيا على القضية نعم. الفلسطينية. أستاذ توم حضرتك تقول أكثر من 80% من الشعب الأمريكي يقول أن هذه التظاهرات عمياء، إلى ماذا استند حضرتك؟ لانه هناك تناقض بين ما تتفضل به وبين ما نراه على وسائل الاعلام. على الاحصاءات التي صدرت نهار امس. على الاحصاءات التي صدرت من عده مصادر هنا طيب. في الولايات المتحده. طيب استاذ عبد الرحمن، اذا هي كما يتفضل الاستاذ هي مجرد تظاهرات عمياء لن تحقق شيء على ارض الواقع. لا لا بالعكس، يعني حقيقة الاحترام للضيف، لكن مو دقيق الكلام اللي دي يتحدث به. المظاهرات قائمة في أكثر من مدينة، هنالك مطالبة اليوم بتغيير النظام كاملا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعملية فلسطين هي جزء من هذه، لأن الأمريكان مثل ما يتحدث الضيف لم يحافظوا على حريات، لم يحافظوا على قضية المبدأ الحقيقي بالتعامل مع هذه المنطقة بالذات، يعني المنطقة الإقليمية. التدخلات في كل الدول، أكثر من دولة كانت هنالك هيمنة أمريكية. اليوم الشعب الأمريكي لربما أتت الصحوة، وهذه صحوة حقيقية، وهنالك ما يقارب 8 إلى 7 دول لم يعلم الضيف لربما تتقطع علاقتها الآن، أعلنت جزء منها في أفريقيا اللي يتحدث عنها، ولربما سحبت طبعا العائدات نعم. الاحتياطية من الذهب وما يشابه التعاملات الاقتصادية مع أمريكا. بالتالي اليوم اختلفت الآراء. قضية فلسطين هي قضية ليس فقط قضية عربية وإسلامية، بل هي قضية عربية نعم. اليوم دولية. بالتالي طيب. بالتالي اليوم الشعب الأمريكي يطالب عدم التدخل اليوم، وبالتالي هذه حكومة بايدن والحكومات السابقة أتت بالويلات على الشعب الأمريكي بالتالي، وغيرت نعم. الصورة. أستاذ توم، يعني أكثر من 80 معتقل من الطلبة ومن الأساتذة، وهنالك رأي عام عارف في الولايات المتحدة، كيف ستؤثر كل هذه الأحداث على الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة؟ على الانتخابات راح تأثر أنه الرئيس بايدن بالفعل ما قدر احتضن هذه التظاهرات، ويجب كان أن يأخذ موقف ضد هؤلاء المتظاهرين الشاغبين وليس حرية التعبير.
مثل ما قال دائما في مظاهرات بامريكا بياخذوا رخص وين بدهم يتظاهروا، باي اماكن بدهم يتظاهروا، بضلوا ضمن القانون لحريه التعبير، ولكن لا يهددون التلاميذ بيروحوا على صفوفهم، لا يخترقون مباني بطريقه غير قانونيه. الذي قاموا به هؤلاء عمليه شغب حتى يجيبوا الصوت لهم، لانه اذا ضلوا متظاهرين سلميا ما بيحصل شيء وما حدا راح يهتم فيهم، ولكن اللي بيقوموا بعمليات شغب ساعتها التلفزيونات والاعلام يهتم بهم، مثل ما قاموا بقطع جسر عده جسوره بامريكا، وصلوا على اماكن للمطارات يقطعوا المطارات، يروحوا يحرقوا العلم الامريكاني، حرق العلم الامريكاني يعني مثل حدا فلسطيني عم يحرق العلم العراقي بقلب بغداد، كيف بدها تكون ردة الفعل من الشعب العراقي؟ أما عم يحرق العلم الإيراني الفلسطيني بقلب إيران، كيف بدها تكون ردة الشعب؟ بدها تكون سيئة تجاه هذا الضيف اللي إجا على العراق، أما الضيف اللي إجا على إيران. وهنا يعني باب القصيد في نهاية المطاف، عم بيخلقوا هؤلاء المجموعات حقد كان المتعاطف معهم مع القضية الفلسطينية. دكتور الحقد، لو سمحت لي أتوقف عن هذه النقطة، الحقد موجود من الحكومات، الحقد موجود من الكيان الصهيوني وما نراه يوميا من هذه المجازر. لماذا لا تحاسبون، لماذا لا تحسب حضرتك الفعل وتحاسب على ردة الفعل؟ لماذا طلاب العراق لم يتظاهرون؟ تظاهروا كثير. لماذا طلاب إيران لم يتظاهرون؟ من قال لك أنهم لم يتظاهروا؟ من قال لك أن العراق لم يرسل مساعدات للفلسطينيين؟ أنا أعرف شعور الشعب الأمريكاني اليوم، ما يحصل الشعب الأمريكاني اللي يتكلم بطريقة سيئة عن هؤلاء المتظاهرين. الشعب الأمريكاني يحترم آراء الناس، ولكن عندما هؤلاء المجموعات يقومون بأعمال شغب اليوم وخاصة طيب بعد اليوم. أنت تتحدث باسم الشعب الأمريكي، دعني أوجه سؤال صريح ومباشر لحضرتك. ما رأي الشعب الأمريكي بما يحصل في جرائم في فلسطين؟ هل هم مؤيدون أم رافضون؟ لا، الشعب الامريكاني يعتبر انه القامر به اللي حماس اللي عملته قامت به، هذا عمليه اجراميه ويجب محاسبه حماس. لم تجاوبني على سؤالي استاذ توم. ويطلبون من استاذ توم ما يقوم به الكيان من قتل الاطفال والنساء، هل يؤيده الشعب الامريكي؟ معظم الشعب الامريكاني 80% من الشعب الامريكاني يؤيد اسرائيل في هذه اللحظه. نعم 80%. إذا أستاذ عبد الرحمن يؤيد الشعب الأمريكي هذه الجرائم، ولا أعلم، ربما أستاذ توم هو متحدث عن الشعب الأمريكي، ولكن هو يقول وجهة نظره بأنه مؤيد. لا ابدا، يعني القراءة اللي يتحدث بها بتصنيف أن الطلاب من فلسطين هذا خطأ. طبعا هم طلاب من العرب، وبالتالي من كافة الجنسيات العربية ومواطنين لدى هذه المظاهرات أمريكان. بالتالي القراءة تختلف اليوم الكونغرس الأمريكي يختلف عن اليوم تصرفات بايدن، الشعب الأمريكي يختلف عن ما تجري اليوم الساحة في قضية موضوع فلسطين. يتهم اليوم الشعب الفلسطيني بأنه عمليات شغب وما شابه ذلك. أبدا، القضية الفلسطينية قضية الحفاظ عن الدولة الفلسطينية التي محتلة من قبل الكيان الصهيوني منذ أعوام بالتالي. لكن اليوم الغدر العربي للأسف الشديد، وغدر بعض الدول اليوم من ساهم اليوم ببقاء اللا دولة الكيان الصهيوني. ولكن دكتور توم، أستاذ توم قال أن هؤلاء الطلبة قاموا برد فعل معاكس ربما سيؤلب الشارع الأمريكي على هذه التظاهرات. لا بالعكس، هي مظاهرات طبيعية، ووصل الكيل الزبا يعني بعد ما تتحمل اليوم قضية الشعب الأمريكي تصرفات إدارة بايدن الخاطئة. يعني هذا العجوز المخرف وصل إلى مرحلة اليوم يقتل الأطفال ويساهم بمجازر كبيرة جدا يعني في المنطقة. إذن أستاذ توم تتوقع تصعيد من قبل الأمن الأمريكي، وحضرتك تحدثت أن هؤلاء الطلبة قاموا ببعض أعمال الشغب كما وصفت ذلك حضرتك، تتوقع تصعيد وقمع أم تهدئة، وبالتالي يستطيع الرئيس الأمريكي أن يحتوي هؤلاء الجموع الغاضبة؟ أنا اللي أتصور يعني بعد ليلة أمس واليوم لقينا معظم الجامعات في الولايات المتحدة اتخذوا قرار بوضع حد لهذه المظاهرات عندما تخترق حرية التعبير وأصبحت تضر بالغير.
ولقيناها بعدة جامعات. بقى موضوع التنسيق مع هؤلاء اللي عم بينسقوا لهذه المظاهرات سيلاحقون ويعاقبون عليها، فأنا برأيي ستهدأ وربما ستكون مظاهرات بغير أماكن بغير الجامعات، لأنه اليوم ما في أسوأ من أنه يكون واحد مستنظر ولده رايح لنهار التخريج، وخاصة هالأسابيع الأسبوعين الثلاثة القادمين هي أيام تخريج بالجامعات، ولا يستطيع لأنه مجموعة تقوم بشغب تمنع حفلة التخريج. طيب أين الأمن الأمريكي؟ أستاذ توم تتحدث غير بلد. إذا كانوا هؤلاء مشاغبين بالفعل كما تفضل حضرتك، إذا وين الأمن الأمريكي؟ أين الأمن الأمريكي من هؤلاء التلاميذ؟ هذا يعتبر اختراق واضح وصريح. حضرتك ذكرت قبل قليل أن الشعب الأمريكي يؤيد هذه الجرائم التي يقوم بها الصهاينة. طيب تستكثر على مواطن عربي أن يحرق العلم الأمريكي داخل الولايات المتحدة؟ 80% بأيدوا مع إسرائيل، واقفين لجانب إسرائيل. كيف؟ نعم لم أسمع حضرتك. وهذه إحصاءات واقعية. هلأ بالنتيجة أنا بتصور بالجامعات اليوم الوضع سيهدأ، غير الجامعات ربما سيستمر من خلال المنظمات التي تدفع لهذه المظاهرات. بس أنا سؤال سألته للدكتور عبد الرحمن ولحضرتك كمان، لماذا لم نرى مظاهرات في بغداد وجامعات بغداد؟ لماذا لا نراها في مصر؟ لماذا لا نراها في إيران دعما للقضية الفلسطينية؟ نعم، إذا سأل حضرتك. يعني أنا بالتالي أجاوبك وبدقة. أولا إحنا مع القضية الفلسطينية، مع القضية العربية الإسلامية، لكن بالتالي أنا أتحدث، أنت تتحدث اليوم تقول أكو مظاهرات أو ماكو مظاهرات. إحنا اليوم يعني أكو قيود لربما واتفاقيات واضحة اليوم دولية في هذه القضية، بالتالي موضوع المظاهرات هذا رأي الشعب. يعني الشعب العراقي إذا باكر لربما أراد أن يخرج مظاهرة ويقدم اليوم المعونة، وتقدمت الحكومة اليوم، وأيضا السيد رئيس الوزراء أجاب الرئيس بايدن بصورة واضحة جدا أننا مع الشعب الفلسطيني وليس مع تصرفات الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا. وهذا لا ينعكس مع تطبيق ما تتحدث به. يجب أن أختم. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الرحمن الجزائري القيادي في ائتلاف دولة القانون، حياك الله. مرحبا. الأستاذ توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. قبل أن أروح وياكم للموجز الخبري، خلونا نستعرض أبرز ما جاء في منصة إكس حول مناسبة عيد العمال العالمي، لنتابع. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. الشيخ أمام حمودي يهنئ العمال بعيدهم العالمي ويدعو لتوفير بيئة صحية آمنة ومراجعة سلم أجورهم. السوداني يفتتح مصنع الصب المستمر في الشركة العامة للصناعات الفولاذية بالعاصمة بغداد.
وزير الصحة يفتتح طوارئ مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية في محافظة كربلاء المقدسة. ووزير العمل يعلن التصويت على قرار زيادة راتب العمال المتقاعدين 100,000 دينار الأسبوع المقبل. جهاز الأمن الوطني يعلن ضبط نحو 1,400,000 حبة مخدرة في بغداد كانت مخبأة بطريقة سرية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.